على الحفل وعلى سعد الله الحفل لانه صديق ديالو اولا، ثانيا عشره عمر كما كيقولوا. سعد الغيبي انا اعتذر ولكن مع ذلك بغينا نسمعوا صوتك كرئيس الجمعيه وكصديق للمحتفلين. تفضل سعد الغيبي. نبهتيني على انه نكتفي سي بركاوي اللي بغيت نذكر عليه بان الجمعيه مثلا حوض اسفي هي جمعيه مجموعه اصدقاء تجمعنا مساله واحده هي الغيره والحب للمدينه. النهار اللي وصلت للجمعيه انا من الاعضاء الجدد، اعتبر نفسي من الاعضاء الجدد حقاش الناس قدموا كثير منهم، سي سمير، سي خردون، سي سهيما، سي حسبي الى غيرها ما عرفش، ولكن لقيت سعد الله حكا العضو الذي شغل معايا منذ البدايه. سعد الله حكا انسان خدوم، الحب ديالو لهذه المدينه ما تيتصورش، هو انسان عنده واحد الطبع ديالو، الحمد لله كل واحد عنده الطبع ديالو، انا تنسميه دائما لانكومبخي، دونك ما حدش هذا حقاش، ولكن سعد الله دائما تيهمو مجموعة ديال الاشتغالات ديال المدينة، خاصة الجانب الاقتصادي، الجانب ديال كل ما هما الشباب من ناحية التدريس ديالهم في أقسام تحضيرية، وهنايا تنسلمو على السي الشيضاني اللي ما جاش، وحضر معنا الأستاذ الكبير سي عكار اللي هو عضو من ابن مدينة أسفي ومفخرة المدينة، واشتغل سي عبد الله مؤخرا على مجموعة مشاريع لله الحمد، بأنه هو الحاج خدوي الوزاني ساهموا في مساندة ومساعدة أكثر من 200 شاب في بعض الشركات هذه في الثلاث سنوات الأخيرة معهم سي بركاوي، والحمد لله هذا العمل راه بالله يجازيك سي عبد الله عليه. أنا اللي نلمس في سي عبد الله هو أنه إنسان خلوق متأدب، تحرص على مجموعة الضوابط، وتحرص على المنفعة العامة للجمعية، وأخ وصديق ما يمكنش تخاصم دار تصالحنا، شكرا لك، والحمد لله حتى سي عبد الله، وشكرا.